احتفل الآلاف في محافظة أسوان بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تجمعوا في ميدان المحطة وساحة المدينة وحشدوا مسيرة ضخمة جاب طريق كورنيش النيل في موكب حاشد بالسيارات والخيول والأعلام. كعادتها وعلى مدار 50 عام، وبالرغم من تغير الزمان والمكان وبالرغم من مشقة المسافات، استعدت 33 طريقة صوفية بمحافظة أسوان للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث ليلة 12 من شهر ربيع الأول. في رحاب الأحبة يجتمع الشمل كل عام للاحتفال بمولد خير البرية رسول الإنسانية بميدان المحطة وأمام ساحة المدينة، حيث يتوافد المريدون من كل محافظات الصعيد صوبا وحدبا مقيمين حلقات الذكر بحضور نخبة من كبار المنشدين. تحت شعار ضد الإرهاب ووسط مشاركة العديد من السائحين الأجانب، تشارك الجميع في ترديد المدائح والقصائد في حب رسول الله، ضاربين بذلك أروع أمثلة الأمن والأمان داخل مصر وساحتها. الاحتفالية بدأت بمسيرة ضخمة جابت طريق كورنيش النيل في موكب حاشد بالخيول والسيارات والأعلام، مرة بشارع صلاح الدين ومنه إلى منطقة الطبية، وحتى نهاية المسيرة في موقع الاحتفالات بأرض المعارض. تفاعل كبير من أهالي أسوان، حيث اصطفوا للمشاركة في المسيرة وسط أجواء احتفالية مبهجة شهدت توزيع الحلوى والمثلجات وبعض الأطعمة الأسوانية الشهيرة التي تعد خصيصا لهذه المناسبة العطرة.